مدينة السلط، الفنان سلام كنعان لم يقدر على مقاومة الجمال والأصالة، سمت بيوت السلط وأهلها، فحقق حلما يراوده منذ زمن عندما اختار هذا البيت القديم ليكون مرسما ومقرا لإقامته. هو من زمان يعني كنت بحب مدينة السلط مثل ما بتعرفوا، فبحب البيوت الصفرة اللي فيها، بحب الشبابيك، بحب النبات اللي طالع بين الأحجار الصفرة هاي اللي في البيوت. العمارة اللي فيها إشي جميل جدا، بديع، بتحس إنها مدينة متكاملة وبعدها ما زالت يعني عايشة وحيوية وفيها ناس وفيها حياة. الناس في 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 المدينة في مدينة السلط عبارة عن يعني أنا بالنسبة لي بشوف الكبار بحسهم ممزوجين بتاريخ هاي الحجار، بتاريخ هاي الشرفات، بتاريخ هاي البلاكين، القناطر، الحجار الصفراء اللي دائما بتواجه الشمس، شمس الشرق وهيك، فبحسهم إنهم أكرم من هيك ما فيه. يعني كان هذا البيت عبارة عن بيتين، فمدخله كان من هون البيت الأول والبيت الثاني كان هون، ففتحتهم على بعض، وبصراحة جميل جدا البيت كان، فحبيت إنه أعمل فيه، أجدد فيه، وبنفس الوقت أحافظ على طبيعته، يعني أرجع مثل هذا الحيط مثلا رجعته زي ما كان بالأول. وحسب علمي إنه حسب تصميم الحجر والهذا والبواب كان عبارة هذا عن حوش، يعني كان هذا بيت واحد، بس مع الزمن صار هذا بيت وهذا بيت، ففتحتهم على بعض، صار صالون كبير هيك، عملت درج وراح أدهن وراح أرجعه زي ما كان بالأول إن شاء الله. هاي لوحة زيتية على القماش، وسط مدينة السلط بتلاقي هذا البيت الكبير، بيت أبو جابر، بيت كبير حوالي 18 شباك وكبير جدا، وبوقه بيجي بنص السلط. بسنة 1988 كنت عم برسم مدينة السلط بشكل كبير جدا، يعني كنت بنتج كتير لوحات عن المدينة، بعدين مش أول واحد رسم عن مدينة السلط، في كتير رسموها من قبلي وهيك، بس بهداك التاريخ بتصور انه كان في مجموعة بيوت جميلة جدا كنت رسمها، فبهداك التاريخ بهداك الوقت بالتحديد لما عملت معرض بال 1988 صار في جهات رسمية مختصة انه عملت هاي البيوت اللي رسمتها او البيوت الجميلة اللي بالسلط في شارع الحمام، حطوها او وضعوها تحت يعني حماية الطبيعة، أو دخلت في الحفاظ على حماية الطبيعة. طبعاً هذا الحكي بترد عليه أنه ممنوع حد يهد، ممنوع حد يغير، ممنوع حد يعمل إشي بيأثر على طبيعة المكان اللي هو البيوت أو المحلات أو الشارع أو الآخري. هل كان عندهم بيت وصورة عليها ناس معلقين خيط؟ هل كان عندهم بيت؟ قمت بعمل فيلم عن مدينة السلط بعين فنان كانت تلون وترسم هاي المدينة بألوان مائية. لما عملت اللوحات عن المدن، عن تراثنا المعماري وجمالهم، هذا عملتهم أعمال إلي، فهذا الفيلم برضو عمل عملته كعمل فني، وبرضو قمت في عمل كتاب، ف عم بحاول أقوم بأعمال يعني بأقصى طريقة إنه أوصل اللي بدي إياه للناس. سمرا يا عيني
بحبش كتير يعني حد يعني كتير يجي ناس عندي وهيك، فبس بعد مرات الإنسان أو الفنان بحاجة إنه يشوف ناس في محل ما هو بنتج أعماله الفنية وهيك. يعني لما أرسم بيت بالسلط ولا في القدس ولا في عمان ولا أرسم شارع ولا أرسم شرفة ولا أرسم بالألوان المائية، عم بنقل ناحية جمالية قد أراها بعيني بفرشاتي، بس عم بنقلها بجمالها للمشاهد للمتلقي. لكن بهاي اللوحات عم بنقل مشاعر أو أحاسيس أو مشاكل أنا بشوفها ممكن إنه أنقلها للمشاهد، بس ما عنديش هديك الرغبة الكبيرة إنه أعرضها أو أفرجيها لحدا أو كذا، بضلها عايشة فيي لغاية ما إنه بالصدفة أو يجي وقت إنه أعرضها للناس. صوت في سكوت الليل بناديني، خلى دموع يعني غير عن الحب اللي عندي لمدينة السلط أو البيوت السلط، أو باستثناء كل هذا الحب والجمال والكذا، يعني أنا بالنسبة لي شخصياً بعتبر إنه الأصول أو الأصل دائماً بيكون جميل جداً. يعني الإشي القديم المبني على خصوصاً المدينة العربية مثلاً أو البيوت القديمة بتكون مبنية على جذور صعب إنه هسا يعني بالوقت الحاضر نلاقيها، فبتشوف الباب والشباك والشرفات وكل شيء بتشوفه مبني على جذور بالهندسة المعمارية بديعة جداً.